هنكمل الجزء بتاع البراند الاكستنشنز دي، او سوري الاكسبريشنز دي هتمشي ازاي، وبعدها عشان نخش في الخطوات على طول عشان الناس مستعجلة على موضوع الخطوات. فانا هكمل، واللي عنده اي سؤال يخليه بقى ايه في الاخر. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم عن الجزء بتاع البراند ايدنتيتي. البراند ايدنتيتي بنتكلم فيه ايه الهوية بتاعت العلامة التجارية. يعني انت دلوقتي المفروض العميل بتاعك يكون الوعود والحاجات اللي بتديها له والكلمات اللي بتديها له والشخصية اللي انت باين بيها قدام الكلاينت لازم تكون هي اللي انت بتديها له. نثبت لما احنا نتكلم كده او نيجي نسأل ايه البراند ايدنتيتي بتاعتك عند العملاء بتوعك، لازم مثلا تقول لا الناس عندها باك جراوند كويسه عن البراند ايدنتيتي بتاعتي. يعني مثلا لما نقول مثلا فودافون، لما مثلا بتيجي تتكلم وتقول اقوى شبكه في مصر او تمام او الشبكه رقم واحد، تمام، يبقى هي دي بتعمل لنفسها مش براندنج، لا هي كده بتعمل جزء اسمه براند ايدنتيتي. هي بتبني براند ايدنتيتي لنفسها، يعني بتعمل لنفسها ايدنتيتي او هويه كويسه عند الكلاينت اللي هي بتشتغل عليه او الجزء اللي هي شغال عليه كعملاء. طيب ده جزء. الجزء اللي بعد كده بنتكلم عن البراند مانجمنت. البراند مانجمنت انت بتتكلم في الجزء بتاعت إدارة العلامة التجارية. انت بقى بتبني علامة تجارية، فانت محتاج يبقى لها إدارة تدير العلامة التجارية. لما احنا مثلا بنيجي نتكلم عن حد مثلا شغال براند مانجر، طب البراند مانجر ده شغلانته ايه؟ ان هو بيحافظ في كل او دوره جوه المؤسسه ان هو بيحافظ على البراندنج بتاع المؤسسه. البراندنج بقى في كل الكامبينز اللي بتشتغل عليها، كل العناصر الملموسه بتاعتها او الحاجات اللي هي بتاعت التعبئه والتغليف والالوان والفونتس والكولرز وكل الحاجات دي كلها لازم أن يكون في حد بيديرها. بخلاصه كده هو بيدير الشخصية اللي انت بتظهر بيها قدام الكلاينت، سواء بقى كامبينز تي في او سوشيال ميديا او بانرز او رولابز او اي حاجة ما بينك وما بين الكلاينت. هو لازم تعدي على بتاع البراند مانجمنت، لازم يكون بتاع او قسم المانجمنت او الجزء بتاع البراند مانجمنت يكون شغال بشكل كويس جوه المؤسسة او جوه الشركة اللي انت شغال فيها علشان يقدر يشتغل على البراندنج صح. طبعا بيراعي كل المعايير بتاعة البراندنج للشركة. طيب ده الجزء بتاع البراندنج كمانجمنت. طب في حاجة تانية اسمها براند ريكروجنت. براند ريكروجنت دي اللي هو الناس معترفة بيك قد ايه. يعني لما اجي مثلا اقول مثلا انا هقيس البراندنج بتاع الشركة دي او رئيس البراند بتاع الشركة دي من ناحية الريكروجنت، فانا ببقى عارف لا انا الريكروجنت ده الناس معترفة بيك قد ايه، او مدى المستهلك لما تيجي تديله اللوجو بتاعك، نص اللوجو او مثلا تديله اللوجو معمول مثلا علامات عليه علشان ما يبانش وتودهوله، لا يبقى هو عارفه. زي مثلا فور اكزامبل كده، لو انت جبت اللوجو بتاع ماكدونالدز تمام وعملت عليه مثلا علامة مبهمة علشان ما يبانش، طب هل الناس هتعرفه ولا لا؟ تمام، انت كده يبقى انت بتعمل مقياس للبراند ريكروجنت. يعني انت دلوقتي العميل هيعرفك ولا لا. يعني دلوقتي مثلا انت لو جبت مثلا وانت ماشي في الشارع لقيت اي عربية معمول عليها مثلا رسمة التفاحة ومتاكل منها حتة، تمام، اسأل اي حد كده اللوجو ده بتاع ايه، تمام، هيقولك بتاع ابل. اي حد مع انه محطوط على عربية، ولا هو مثلا محطوط على موبايل ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا اي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا، حتى لو هي عربية قديمة حتى، لا هو الناس خلاص حفظت الريكروجين بتاع البراند ده، هي فهمت البراند ده كريكروجنت مسج زي، فانت الناس خلاص بتعترف بيك، هي خلاص الناس فهمتك وعرفت انت بتتكلم في ايه. فده جزء مهم جدا في البراند. طيب الجزء اللي بعد كده
البراند اللي بعد كده الجزء بتاع البراند تراست. الجزء بتاع البراند تراست هي بتتكلم في الناس بتثق فيك ازاي. تمام، انا في سؤال بس هبص عليه بعد بعد ما نخلص. الجزء بتاع البراند تراست، الناس بتثق فيك ازاي، الناس القوة بتاعت الناس دي فيك كثقة ماشية ازاي، هل الناس بتثق فيك ولا لأ، هل انت بتوفي بوعودك ليها، والناس المندوبين بتوعك لما بينزل السوق كده. ساعات انت مثلا تلاقي مندوب نازل من شركة وقاعد حاطط رجل على رجل مستني حد بس يتكلم معاه كلمة وحشة او حد يقول له اي حاجة، لا هو عنده ثقة كويسة جدا جدا ان الناس كده كده هتشتري منك، الناس كده كده بتحبك، والناس كده كده هتشتري من البراند ده مهما كان. يعني مثلا زي ابل كده لما تكون منزله برودكت جديد فهي بتنزله مثلا يوم مثلا معين في السنه، خلاص هي عندها براند تروست، خلاص الناس هتروح وتقف قدام البرانش بتاعها بالطابور علشان ان هي تشتري البرودكت بتاعها، لان هي خلاص الناس بقى عندها تراست من البراند ده. اي حاجه هيقولها موجوده في التليفون الجديد، مثلا كاميرا مثلا بمعدل مثلا عالي بنسبه كذا، او مثلا موبايل ضد الكسر، خلاص الناس عندها تراست ان هي البرودكت ده او الشركه دي كبراند هي تراست، خلاص معروفة أو هي مفهومة خلاص. طيب دلوقتي بقى آخر آخر نقطة قبل ما نخش في البروسيس، أنت دلوقتي عندك الـ evaluate بتاع الـ brand evaluation. أنت دلوقتي عشان تقيم البرودكت ده أو صورة تقيم البراند ده، سواء البراند ده برودكت أو شركة أو أيا كان هو إيه بالظبط، أنت عشان تقيم البراند ده بنستخدم حاجة اسمها براند فالويشن. براند فالويشن ده تقييم المنتج ده أو تقييم البراند ده، سوري البراند ده عشان تقيمه، هل أنت هتقيمه كعلامة تجارية؟ دلوقتي إحنا بنقول مثلا أبل وصلت كعلامة تجارية بمبلغ معين، طب أنت التقييم بتاعك جوه السوق ايه، انت تقييمك جوه السوق كام. انت دلوقتي لما تيجي مثلا تكتب عقد الشركة، طب انا دلوقتي عندي في عقد الشركة جزء بيتكلم في البراند، انت دلوقتي هتشتري البراند ده بكام، البراند فالويشن مبلغه مثلا كام مليار جنيه. طب ليه انا هشتري البراند ده بالاسم ده كده، لان هي الشركة دي عندها براند اوريدي، ليها العملاء بتوعها وليها السوق بتاعها وما الى ذلك. طب بنحسبها ازاي، ليها حسبة كبيرة كده أو ليها حسبة طويلة هنبقى نتكلم فيها بعدين، بس هي عموما يعني أنت بتحسب كده كده التقييم لعلامتك التجارية وإدراك المستهلكين ليك، وبتحسب طبعا حقوق الملكية التجارية وأشياء كده تانية وتقدير المساهمين، ويعني حسبة طويلة كده بلاش نخش فيها دلوقتي. بس هو خلينا نفهم الإكسبريشن نفسه، اللي هو لو أنا هتكلم كتقييم للبراند ده، أو لو انا سمعت اي حد بيقول براند فالويشن، فانت اعرف ان البراند ده بيتقيم تقييم تجاري. دي كده كل البوينت اللي اتكلمنا فيها او كل النقط اللي اتكلمنا فيها. اي حاجه في البراند انت مش هتلاقيها تخرج بره الاكسبريشنز اللي انا قلتها لك دي، هتكون نفس الاكسبريشن دي. فانت لو حفظت الاكسبريشن دي او فهمتها على الاقل، بعد كده لما تيجي تتكلم مع اي حد او حد يتكلم معاك في براند، فانت هتبقى فاهم. لما يقول لك انا شغالين على براندنج، فانت هتبقى فاهم ان هو بيعمل ده عشان يعمل براند. لما يبقى شغال على مثلا تراست، يبقى شغال على ثقة العملاء. لما يكون شغال على ايدنتيتي، لا يبقى هو بيشتغل على الوعود والثقافات بتاعت العملاء. طب لو قال لك انا بعمل اويرنس، انت تروح تساله وتقول له طب انت بتعمل براند اويرنس ولا بتعمل اويرنس، لان في اختلاف. انت لما يتكلم معاك في اي حاجه في البراندنج او الفرق ما بين البراند والبراندنج والبراند اويرنس والاويرنس والحاجات دي، انت اوريدي هتكون فاهم وعارف الاجزاء دي بتتكلم في ايه او انت بتتكلم في ايه. قبل بقى ما نخش في ازاي تعمل براندنج او تعمل براند، الاجزاء اللي فاتت دي الاكسبريشنز دي فيها اي سؤال؟
البراندنج بيكون في فريق متخصص بالشركة مسؤول عن هالمهمة هاي، ولا هو من مهام فريق التسويق؟ بص، هو على حسب وضع الشركة وحجمها، في فرق تسويق تمام بتكون ده تيم الماركتينج، وبيشتغل على جزء البراندنج مع شغله او مع من ضمن مهامه او من ضمن الجوب سكريبشن بتاعته. وفي شركات تانية بتبقى كبيرة جدا، فبتبقى محتاجة جزء من التيم ماركتينج يكون في سيكشن خاص بيها شغال في البراندنج، على حسب وضع الشركة. وفي شركات ما فيهاش اصلا حاجة تبع البراندنج دي ولا تعرف عنها اي حاجة، على حسب حجم الشركة ورؤيتها يعني، فما ملهاش حاجة معينة. بس في شركات ليها فعليا موجودة ليها سيكشنز كده مختلفة، دول شغالين على البراندنج بس. طيب يا ريت بس لو بعد المحاضرة هيك تفيدنا بمراجع متخصصة بالبراندينج. ماشي حاضر، بس كده حاضر. تسلم تسلم. ماشي طيب، ناخد بقى البروسيس. تمام، بص، أول حاجة عشان تيجي تعمل براند أنت لازم تكون محدد الأودينس بتوعك. أي حتة أو أي شغل في الماركتينج هتلاقي عموما أي شغل في الماركتينج في ندى سألت سؤال حضرتك، قلت في جزء الأورنس له أهداف، ممكن توضح الأهداف دي وتأكد إزاي إنها نجحت؟ طيب الأورنس دي بيكون أوبجيكتيف. طب الأورنس دي أنا بعمل إيه لما قبل ما نخش على جزء البروسيس كأورنس؟ أنا لازم أنا أكون برجع قبل الاورنس ورا شويه كده واشوف انا الاندستري دي فيها كام منافس، والمنافسين دول ده اول حاجه كام منافس. بعد كده بشوف المنافسين دول التارجت اودينس بتوعهم كاندستري او كمجموعه كامله او كمجال كامل فيها كام نسبه. يعني مثلا احنا خمس منافسين في السوق في مصر، خمس منافسين بنبيع مثلا او مثلا احذيه، تمام، او انا ببيع احذيه وليه خمس منافسين. طب في مثلا كام حد انترستد بالاحذيه من سن بالاحذيه الرجالي من سن مثلا 45 ل 50 او ل 60. طب عدد الناس الانترستد بالاحذيه في السن ده او الكلاينت دول 100,000 شخص. طيب ال 100,000 شخص دول متوزعين، انا عايز اوصل لهم، دول الاندستري بتاعتي او التارجت اودينس بتوعي. انا كده عندي 100,000. طب ال 100,000 دول انا بستهدف في خلال الكوارتر الجاي ان انا اوصل ل 30,000 من ال 100,000، يبقى انا هوصل ل 30% من الاودينس بتوعي. هوصل لكام؟ ل 30,000. طب ال 30,000 دول ببتدي ابني استراتيجية معينة انا هوصل لهم ازاي كمصنع احذية. طب انا هوصل لهم عن طريق المحلات، ولا هوصل لهم عن طريق البنرات قدام المحلات، ولا هوصل لهم عن الاسواق المهتمه بالمحلات والمولات، ولا هوصل لهم عن طريق السوشيال ميديا، ولا هوصل. المهم ان انا اوصل ل 30,000 واحد انترستد بالبرودكت بتاعي، ويكون فهم يعني ايه البراند ده بيبيع احذيه. تمام، على حسب طبعا بقى ايه البروسيس اللي انا بنيتها، الايدنتيتي ايه واللوز والحاجات التانية دي. فببتدي احدد التارجت اودينس بتوعي قد ايه، وانا عايز اخد من التورتايه دي حته قد ايه، او اخد من التارجت اودينس دي قد ايه بنسبه كام. وبيزد على ده ببتدي احدد هل انا نجحت ولا فشلت. طب انا لو حققت 30 وصلت ل 30,000، يبقى انا حققت 100%. حققت مثلا 15,000، يبقى انا وصلت ل 50% من التارجت بتاعي. لو انا مثلا اقل من كده، لا، يبقى انا اقل من 50%، وهكذا. تمام، طيب الارقام بتاعت المبيعات والحصص دي ايه مصادرها؟ يعني كل شركة بتحافظ على المعلومات دي ومش بتعلنها. بص هقولك على حاجة، الحاجات دي كشركات انت بتبتدي تاخدها من في مصادر على حسب الاندستري اللي انت شغال فيها. يعني مثلا بتشوف الاحصائيات دي، بيكون في شركات اصلا شغاله ماركتنج ريسيرش، بتروح بتشتري الاحصائيات دي من الشركات وتشتغل عليها وعندها تيم شغال عليه. بلاش ده، بتروح للجهات الحكوميه. الجهات الحكوميه خصوصا في الدول المتقدمه او في بعض الدول العربيه والافريقيه، بتكون الحكومه نفسها بتاكد ده، او بتقول مثلا احنا عندنا مثلا لو احنا بنشتغل على الصيدليات، لا احنا مصر فيها 75,000 صيدليه،
طيب وبناء على احصائيه البنك المركزي في مثلا في مصر كذا كذا، تمام؟ فلا الحاجات دي بتنزل في جرايد رسميه او في هيئه الاستثمار او في من خلال سيرش على النت، بتلاقي في ابحاث نازله وموجوده، وبتبتدي انت تجمع الاحصائيات دي، وبتبقى انت عارف انت لعبه البازل كده يا هشام، بتلعب لعبه بازل، بتبتدي تجمع معلومه من هنا على شكل من هنا على حته من هنا لحد ما تكون الصوره كامله بالنسبه لك، وبتبتدي تشتغل عليها، سواء بقى جبتها بطريقه شرعيه بطريقه غير شرعيه، اشتريتها استطلعت عليها حد قال لك، بتبتدي بقى تجمع المعلومات وتقارنها ببعض، وبعد ما بتقارنها ببعض بتصفي الأرقام منها، وبيزد على ده بتبتدي تشتغل، تمام؟ ده كده كان الأسئلة اللي اتكتبت في الشات. طيب خلينا كده نتكلم بقى في الجزء بتاع ازاي تعمل البراندنج للجزء بتاعك او للشركة بتاعتك او ايا كان. اول حاجه انت بتحدد التارجت اودينس بتوعك، التارجت اودينس مش التارجت سيجمنتيشن، تمام؟ سيجمنتيشن انت عندك شريحه كبيره جدا جدا، بتبتدي تقسمها وتحدد التارجت اودينس بتوعك، وبيزد على ده بتشتغل. لازم تحدد اول حاجه التارجت اودينس بتوعك بالظبط، لازم تكون محددهم، دي اول حاجه. طيب تاني حاجه لازم بتحدد الميشن بتاعتك، الميشن ستيتمنت، لازم أن تكون انت عارف الهدف بتاعك ايه بالظبط، ان انت تعمل براند، انا عايز اعمل براند علشان حاجه معينه، او انا المفروض هعمل براند لبرودكت، او هعمل براند لعلامه تجاريه لشركه، او انا هعمل براند لايه بالظبط. لازم أن تكون فاهم انت تعمل براند ده ليه وعشان ايه، لازم أن تكون فاهم انت هتعمل ده، ولازم أن تحدد بقى الجزء اللي انت هتشتغل عليه بتاع البراند ده هتعمله في وقت قد ايه، لازم تحط دي التايم لنفسك او تحط ليميت. يبقى انت اول حاجة هتحدد التارجت اودينس، دي رقم واحد. تاني حاجة هتحدد مهمتك بتاعتك او الميشن بتاعتك ايه بالظبط، تمام؟ لازم تحددها بشكل كويس، انا هنزل كبراند علشان تارجت الناس اللي هي اللي انا استقريت عليهم، عشان اقول لهم ان انا ارخص سعر موبايل موجود في مصر، او ارخص او احسن وكيل لايفون في السعوديه وما الى ذلك، تمام؟ خلاص انا هعمل براند على الجزء ده، وابتدي اشتغل براندنج عشان احقق البراند ده. طيب دي اول دي حاجه. حاجه تانية لازم تحدد الفوائد اللي هتقدمها للناس، لازم يكون في فاليو وبنفيتس تقدمها للناس، لازم تحدد البنفيتس ايه بالظبط. زي مثلا كده لما فودافون بتتكلم تقول احسن شبكه في مصر، فانت في اي حته في مصر هتتكلم في الموبايل عادي الشبكه مش هتقطع منك ولا هتفصل منك ولا اي حاجه، خلاص يبقى هو كده حدد الفايده اللي هتروح للكلاينت اللي انا بعمل له براند ده، او الاند كونسيومر او الكاستمر او الناس اللي انا بخدمها، القيمه او الميزه اللي انا بدالهم والفوائد ايه بالظبط. دي حاجه لازم احددها، لازم يبقى انت كده هتحدد التارجت اودينس، وتحدد الميشن بتاعتك او مهمتك ايه بالظبط، وتحدد الفايده اللي هتقدمها للناس، انت هتقدم للناس فايده ايه بالظبط، ايه الفايده اللي انت هتقدمها للناس عشان تبني عندهم انتماءات ليك ويكونوا حابينك او شايفينك بوجهة نظر معينه. دي تالت حاجه. رابع حاجه بقى بتبتدي تبني الاسيست بتاعك، او تبني بقى الاجزاء بقى بتاعتك اللي هي بتاعت اللوجو والاسم والشعار السلوجان اللي هتشتغل عليه، والكولرز اللي انت هتبقى ملتزم بيها، والفونتس اللي انت هتشتغل عليها. لازم بقى تبتدي تكريت بقى شكلك بقى، خلاص انت عرفت عقليتك ماشيه ازاي، والميشن بتاعتك ايه، والتارجت اودينس بتوعك ايه، تبتدي تحدد بقى الهويه بتاعتك ماشيه ازاي. انت دلوقتي بقى الاصول بتاعتك الحاجات المرئيه بقى اللي متشافه، خلاص بقى ايه بالظبط، خلاص انا لوني هيبقى احمر، هبقى عامل اللوجو على شكل دايره بيهدف ان الدايره دي مثلا ليها معنى معين، والاسم بتاعي كذا، والسلوجان بتاعي او الشعار بتاعي كذا. وهو ده الجزء الرابع في
الخطوات بتاعة تحديد ال او البراندنج اللي انت هتمشيها، مش الخطوه الاولانيه زي ما في ناس كتير فاهمه ان هي خلاص تعمل لوجو وفونت وما الى ذلك كده، اعمل البراند. لا، انت ده الخطوه الرابعه بعد ما تحدد تارجت اودينس والميشن بتاعتك والفاليو اللي انت هتقدمها للناس. بعد كده بتبتدي بقى تعمل حاجه الفويس بتاعتك، بتظبط البراند فويس. البراند فويس ده اللي هو ايه، انت دلوقتي صوتك هيكون وصل للناس بأني طريقة، هتكلم الناس بأني لغة صوتية وأنهي طريقة، هل هكلم الناس في حد ده ماشي، هل هكلم الناس بأني طريقة، ايه الفويس اللي انا هكلم الناس بيها، هل هكلم الناس بطريقة لغوية عادية ولا هكلم الناس بانجليش، هل هكلم الناس مثلا، لو انا مثلا شركة مثلا كابري كانت شغالة كفويس براند على النعومة وإن هي الست الرقيقة جدا اللي بتبحث عن الشوكولاتة، وحاطة تيجي البراند فويس بتاعها سيدة مثلا مع شوكليت وبتاكلها في جو رومانسي جدا جدا جدا. جت في مرة غيرت الفويس براند بتاعها بشكل كبير جدا جدا، جابت بنت حادة شوية وبتجري في الصحراء، وجريت على، انا مش فاكر اسم الاعلان هبقى ابعته لكم، وغيرت شكل البراند، وان هي في الاخر بعد ما جريت وجريت ورا عربية وطلعت ونزلت مش عارف ايه عشان كل ده تلحق الشوكولاتة من العربية، في حين ان هي ده فويس مختلف عن الفويس ده. هو اوريدي هم نفس التارجت اودينس وكل حاجه، بس هنا كانت بتكلمها برومانسيه شويه، غيرت الفويس بتاعها بقت لا هي حاده شويه، او حد عنده ثقه في نفسه ويقدر يعمل حاجه ويقدر يجري يقدر يتطلع لاي حاجه وما الى ذلك. هنا غيرت الفويس بتاعها، فانت لازم تكون حاطط فويس ليك ولنفسك كبراند، الفويس بتاعتك اللي هتكلم بيها ايه بالظبط. بعد كده بتيجي بقى تشتغل على البروسيس بقى بتاعتك كعلامة تجارية. بقى انت بتبتدي بقى تشتغل على براندنج كورك. يعني ايه بقى بتشتغل كبراندنج؟ بتنزل كل الاجزاء اللي انت اشتغلتها دي بقى، وتبتدي تبوبليش بقى وتشتغل امبلمنتيشن. خلاص بتبتدي تستهدف الجمهور اللي انت حددته، وبعد كده بتبتدي تشتغل على الميشن بتاعتك، ان انت بالبرودكت بتاعك يكون بيحمل الرؤية بتاعتك والميشن اللي انت محددها. بعد كده بتبتدي توضح للناس بقى القيمة والفايدة اللي انت بتقدمها لهم، وبتبتدي تنشر بقى اللوجوز بتاعتك والفونت الخاص بيك في كل الديزاينز وكل البرانشز بتاعتك وكل الاساليب الماركتنج بتاعتك وما الى ذلك. بعد كده بقى بتبتدي تعمل البروموشن بتاعك او الشغل بتاعك بالفويس تون اللي انت حددتها، وتبتدي تشتغل على نفس المنوال، وبتفضل محافظ على الاستراكشر اللي انت حطيته او الجزء اللي انت حطيته ده في الجزء بتاعك او في كل البروسيس بتاعت الماركتنج بتاعتك. وانت شغال ماركتنج كده، يلا نعمل ديزاين مثلا لكامبين معينه، اه يا جماعه انت هنعمل ديزاين، يبقى لازم يكون فيه الالوان اللي احنا محددينها، لازم يكون فيه نفس الفونت، لازم يكون بيراعي الفويس تون، لازم يكون بيستهدف نفس التارجت اودينس، لازم يكون بيبين الميشن حتى ولو في اخر سلايد في الفيديو او في نهايه الايمج اللي احنا حاطينها او البيكتشر اللي احنا حاطينها وما الى ذلك. تبتدي بقى تشتغل براندنج، بقى تحافظ على الاساسيات اللي انت حطيتها دي في كل شغلك وكل المين بوينت او الاجزاء اللي ما بينك وما بين الاجزاء اللي ما بينك وما بين الكلاينت. ده كده لو انت هتشتغل او هتبني براند كامل من الاول للاخر بشكل بسيط جدا، او يعني مختصر على قد ما قدرت اوصل لكم الاجزاء دي. وصلت لكم الفكرة؟ كيف بحدد الأهداف؟ ما فهمت أنا نقطة الأهداف، ما فهمتها. يعني مثلا ماك إيش هي أهدافه؟ يعني مثلا ماك بص، الميشن مثلا يعني بتاعتك انت كبراند، انت دلوقتي الهدف بتاعي مثلا
ان كبراند زي ما خدنا كده اكزامبل فودافون ان هي احسن شبكه في مصر، ده بيبقى بيزد على البيزنس بتاعك قايم على ايه. يعني البيزنس بتاعي مثلا قايم ان انا اوصل مثلا في مصر كلها واكون احسن شبكه، فخلاص انت كبراندنج بتبني ده بتاع براند، خلاص بيبني دي الميشن اللي هنشتغل عليها، تمام؟ غير الاوبجكتيف بتاعت البراند نفسه، يعني البراند نفسه عايز يبيع مثلا او ما زيك، اه ماشي، بس انت لازم تدخل في ميشن معينه او رؤيه معينه، يكون ليك رؤيه. يعني مثلا انت هدفك مثلا مثلا انت تكون مثلا ماركتير شاطر او ما الى ذلك، طب انت الميشن بتاعتك ايه او رؤيتك ايه؟ لا انا رؤيتي ان انا اكون حد متطلع جدا وبقرا كتير مثلا وبذاكر كتير، باخد كورسز كتير، بتناقش مع ناس كتير وما الى ذلك، فاهم؟ فانت لازم الميشن دي بتكون بيزد على البيزنس اوبجكتيف، الهدف البيزنس ايه، وبناء على ده بحدد الميشن بتاعتي ايه بالظبط، تمام؟ تمام. تمام. حد كده عنده اي سؤال تاني؟ برأيك الزمن مو كفيل لأنه يجعل من أي ماركة تجارية، من أي علامة تجارية هي تكون براند؟ ايه يعني تاني لما كده؟ واحد يفتح 30 سنة 30 سنة مطعم على نفس الاسم حتى لو هو ما اشتغل على البراندينج، برأيك الزمن لحاله كافي إنه يكون هو براند؟ لا مش الزمن لحاله، هو براند معك. للتارجت اودينس اللي خلاص عرفته، فاهم؟ انما هو ما نشرش نفسه بشكل كبير الا لو هو بقى حافظ على الشغل بتاع البراند. اصل هقول لك على حاجه، البراند ده عمليه مستمره، مش ان هي حاجه موجوده فخلاص اوريدي انا براند فانا هفضل طول عمري براند. زي مثلا كوداك بتاعت الكاميرا اللي هي اشهر مثال في الدنيا، هي في زمانها او في وقتها كانت براند معروف جدا ومحافظ على نفسه وكده، بس ده دلوقتي هي مش براند، تمام؟ مثلا في شركات كتير هي معروفه وان هي ليها اسم زي نوكيا. والناس كده، نوكيا مثلا، هي ياهو، تمام؟ لا هي مش براند، تمام؟ هي خلاص كانت براند بس ما بقتش براند، تمام؟ بس ف يعني حتى البراند بيطلع وبينزل اه يعني اه بالظبط. عادي وليه يعني. ما انت كل سنة زي ما قلنا كده بقى في الاكسبريشن اللي كنا بنقوله الفالويشن بتاعتك، انت قيمتك السوقية حاليا ايه النهاردة، وقيمتك السوقية بعد سنة هتبقى ايه. فالبراند شيء كونتينيوس، مش حاجة ده يعني هو هذا هو الكي بي اي الوحيد تبع البراند، على حسب انا، القيمة السوقية السوقية. لا وعلى حسب الايفالويشن، على حسب انا بايفالويت في اي حته بالظبط، او بعمل ايفالويشن لاي حته بالظبط. هل انا عايز اشوف كتراست ايه بالظبط؟ لو انا مثلا عملنا مثلا تقييم على البراند تراست، الناس عندها ثقه في اي براند بالظبط، تمام؟ يعني الناس عندها ثقه في الاكل أها. مثلا من ماكدونالدز، ولا عندها ثقه في الاكل من كنتاكي، تمام؟ ده براند تراست. طب لو احنا بقى بنتكلم بقى كبراند نيم، اسم البراند نفسه، تمام؟ لا انا ممكن بقى اشوف بقى اسم البراند ده كقيمه سوقيه بكام، تمام؟ فعلى حسب الاوبجكتيف بتاعتك بترايحه فين، وبتحدد على اساسها الفالويت بتاعتك، الفالويشن بتاعتك ايه، فاهمني؟ تمام. تمام فاهم عليك. ايه؟ ينفع اسأل سؤال؟ ينفع اسأل سؤال؟ اه ينفع، ما تسألش ليه يعني؟ هو حضرتك ازاي اخلي الكلاينت مثلا ياخد ثقة فيا وانا عندي مثلا سن 15 16 سنة؟ كنت تاخد الهيستوري بتاعتك، سامعني؟ تمام. يعني حتى لو انا يعني حتى لو قعدت سنة مثلا اول كلاينت خالص، يعني اللي هو يعرف بص ازاي الهيستوري هقولك وانا على معيش حاجة، هيستوري مثلا. أول كلاينت مش بيبقى كلاينت، أول كلاينت بيبقى حد أنت اشتغلت معاه في فريندلي، حد اشتغلت معاه بشكل، يعني مثلا هنا بشكل تأجيري وما إلى ذلك. يعني مثلا لما أنت مثلا تيجي تقول لحد مثلا اشتغلت سنتين
مثلا هقولك على حاجة، انت رحت مثلا ايجنسي تمام او مكان اتدربت فيه او اشتغلت فيه لمدة سنتين مثلا، في مثلا في الديزاينز تمام، بعد كده انت بقى تشتغل فريلانسر ديزاين. اوريدي انا اشتغلت وعندي باك جراوند لمدة سنتين، عملت فيهم مثلا 5000 ديزاين تمام. طيب انت كده بنيت لنفسك بيز تبتدي تشتغل عليه تمام. يعني مثلا زي بالظبط كده اللي بيروح يقدم في شغلانه لازم بيكون معاه، او انت خريج كذا او اشتغلت في الحته دي، فانت لازم بتبني لنفسك هيستوري. فاول سلمه مش هي اول كلاينت، اول سلمه هي بالنسبه لك الهيستوري اللي هتبنيها عشان تطلع لاول كلاينت. تمام، شكرا. شكرا لله. تمام، دي ده كده كان الجزء بتاع البراندنج. حد كده عنده اي سؤال يا جماعة، اي حاجة في البراند؟ ممكن آخر سؤال؟ يا عبد الرحمن كترت عليك اليوم. لا قول. ايش بفرق البيرسونال براندنج عن مثلا البراندنج العادي، ولا هو نفس لا بص بقى، ما تقولش براندنج عادي عشان احنا بقالنا ساعة بتين بنتكلم في الموضوع ده. حدد سؤالك. كيف؟ احنا بقالنا لا ايش بفرق البيرسونال براندنج يعني البيرسونال بص براندنج يعني انا بدي اسوي براند كشخص، مش كعلامة تجارية، كشخص انا. هي الفرق في طريقة التسويق نفسها تمام، والمعايير اللي محطوطة او البوينت اللي بحطها جوه الشغل بتاعي لما باجي اشتغل على الخطوات بتاعتي بتبقى مختلفة. يعني لو انا هشتغل مثلا ان انا احدد جمهور معين او جمهور مستهدف لفرد غير لما احدد جمهور مستهدف لشركة. يعني دلوقتي انا مثلا حد بدي كورسز مثلا، او اي حد بيدي كورسز للماركتنج مثلا كفرد تمام، التارجت اودينس بتاعه عمرهم ما هيكونوا زي الناس اللي هي لشركة تمام، لان والبراندنج هتكون مختلفة. ده بيتكلم بيرسونال، شخص بيعمل براند لنفسه، فالبنفيتس والفاليو هتكون مختلفة. انما كشركة لا، البنفيتس والفاليو هتكون اكبر ومختلفة. البودجت او الاستثمار اللي حاطه كبزنس كالون لوحده كده بيرسونال غير، انت فاهم يعني؟ يعني بيبقى على حسب الشخص نفسه. الكاريزما، لازم الشخص ده يكون عنده الكاريزما، فيه مهمة جدا. ممكن في الشركة ما نبقاش مهتمين قوي بالكاريزما او بطريقة الكلام، كده كده الشركة بنكون ليها الهوية بتاعتها اللي بتتحدث بيها، انما الكاريزما بتاعته لازم تكون كويسة. لازم بنحط طبيعة كلامه او آراءه او مثلا اللبس بتاعه او الكلوز بتاعه وما الى ذلك. لا لازم أن يكون ليها طبيعة. انما مثلا لو انت مثلا كشركة، لا هي الشركة ملتزمة بألوانها عادي، فاهم؟ فهي بتفرق ما بين الشخص وما بين الشركة في بوينت تفصيلية كطريقة عمل تمام، وكاستهداف. انت دلوقتي هو بيستهدف تارجت اودينس ايه، وانت كشركة حجم شركة بتستخدم تارجت اودينس في ايه، فاهمني؟ ايوه تمام تمام مفهوم. بس الله يعطيك الف عافيه يا رب. تمام. انجاز بيسأل بيتم، هو بص هو تم تسجيله على مرحلتين تمام، فبإذن الله ربنا ييسر، ولو نزل إن شاء الله بكرة هيكون موجود على الجروب أو بعد بكرة بالكتير تمام. أيهم أصح، أنا بستورد منتج، هل أركز على البراندنج للمنتج أو الشركة المستوردة مستوردة؟ لا طبعا، أنت هتركز على الاسم بتاعك أنت أو على حسب الكلاينت بتاعك برضو الدنيا فيه. يعني مثلا هقولك على حاجة، تريد لاين في مصر هي مركزة جدا جدا على جزء ان هي تريد لاين بتبيع منتجات ابل تمام. هي كده، انت بتحط فيجن معينة، دي حاجة. حاجة تانية، هل اللي انت بتستورد منه ده هو بالنسبة لك انت وكيل ليه هنا، ولا انت فرانشايز، ولا انت بتستورد وبتبيع منتجاته عادي وممكن تجيب كذا حد؟ لو انت فرانشايز لا، انت هتركز على ان انت تعمل براند باسمه هو. طيب لو انت مثلا كمستورد عادي،
بحد بيستورد سيرفيس بس مش باني هنا زي فرانشايز وكده. لا، انت هتتكلم في ان انت بتشتغل على المنتج ده وان انت بتجيبه. طب هل المنتج ده لو قطع من هناك ما بقاش يجي لك؟ تمام، انت وكيل. طب خلاص، يبقى انت هتارجت نفسك ان انت وكيل. زي مثلا بالظبط كده، شوف رايا مثلا. رايا زي ما انا قلت لك لازم تتارجت لنفسك، انا رايا الوكيل الحصري او الضامن مثلا الوحيد لسامسونج، تمام، وما الى ذلك. فانت وكيل، فانت هتارجت نفسك او هتبراند نفسك ان انت وكيل للشركة دي او للجزء ده. طيب، هل في تولز بتساعدني في مرحلة البراند؟ على حسب الاندستري اللي انت شغالة فيها عليا يا ندى. يعني مثلا انت دلوقتي لو انا مثلا هعمل براند لسوشيال لاكسسوارز مثلا، فخلاص التول بتاعتي هتبقى ان انا محتاج كاميرا عشان اعمل بيها بيكتشر يعني مور بروفيشنال او حاجة كويسة جدا. هبتدي ان انا احدد الشانلز اللي هشتغل عليها، وكل التولز بتاعت الشانلز دي هي اللي هتخليني اشتغل على البراندنج. لو انا مثلا في مرحلة التارجت اودينس، فهبتدي اشتغل على التولز بتاعتي جوه المجال ده كتارجت اودينس. لو انا بشتغل على المرحلة بتاعت التراست، ان انا محتاج الناس تثق فيا، فانا هشتغل على الحتة دي في ان انا اعمل فري سامبل او منتجات صغيرة. طب عشان اشتغل عليها مارك، فعلى حسب انتي الويز بتاعتك او البلان بتاعتك بتقول ايه، وكل بقى البروسيس كلها والخطوات هتستخدميها وانتي بتعملي براندنج معاك. يعني التولز بتاعت الماركتنج كلها عشان تساعدك في البراندنج، انت لازم تكوني محددة انتي هتعملي ايه بالظبط او الدنيا معاكي هتمشي ازاي. مين تاني عنده سؤال؟ مساء الخير محمود. مساء الخير يا نريمان. بعد إذن حضرتك، أنا كنت بس عايزة أسأل، هو بيستفاد إيه الفرنشايز اللي هما بيجوا مثلا بيعملوا يعني أنظر يعني بيعملوا فروع تانية للشركات دي؟ بالظبط، هما بيستفادوا البروفيت بتاعهم بيكون ضمان مادي الأرباح. ولا مادي. بيكسب يعني مادي بس. دلوقتي بيكسب وبياخد ان هو بينفست في حاجة كبيرة جدا وبياخد منها عائد كبير جدا. هو بيدفع كل شهر مبلغ على ايوه يعني الفرنشايز ده، بس هو بياخد مكاسب، فاهمة؟ اوكي تمام. يعني انا بقيسها ان هم بيتعبوا في البراند جدا وعشان يحافظوا على الايمج بتاعته، بس في الاخر بيرجع الايمج دي لصاحب البراند مش للشخص اللي هو ما عمل بيعملش حاجة. لا ثانية واحدة بس، هو ما بيعملش حاجة، هو بيبني من الشركة نفسها. يعني هو بيدفع فلوس والشركة نفسها او الام نفسها هي اللي بتباشر ده وبتشغله على حسابها بالسنتي والمسطرة والقلم والحسابات. ما بيمشيهاش كده. يعني ماكدونالدز مثلا، عشان تدي مثلا الفرانشايز بتاعها في مصر، هي مديها لواحد بس وهو صاحب كل ماكدونالدز في مصر، تمام. دي حاجة. حاجة تانية، هي اللي بتشرف على كل الألوان والتقفيلات والوجبات والعروض والخصومات والباكجينج وكل الحاجات دي، تمام. هو جاست بي انفست، وهما بياخدوا نسبة وهو بياخد نسبة، اوكي تمام. تمام. ما انا فكرت بيوجعش ان دماغ. هو اللي بيمانج البيزنس كله، فانا بقول لو حصل اي خطأ فده بيضر باسم البراند نفسه، فهو ازاي بيبيع اسمه بالفلوس عشان من اجل ان هو بيكسب فلوس او حاجة عشان ياخد حد ياخد البراند بتاعه. لا، هو مش حد واخد البراند بتاعه، هو اوريدي مديله براند صلاحية بس ان هو يشتغل، تمام. طب هو لو هو خالف، لا بيتسحب منه طبعا على حسب، كل العقود بتبقى مختلفة عن بعضها. ممكن على حسب بقى، بيبقى جزاءات، بيبقى خصم من ارباح، بيبقى لا سحب الفرنشايز منه، على حسب. يعني الفرنشايز ده اصلا كبير جدا جدا، يعني مجالات تمام. مختلفة بأنواع مختلفة بعقود مختلفة بحاجات كتير بقى بتفاصيل كتير. بس هو عموما بيستفاد أول استفادة إن هو بيبقى ضامن مكسبه. وأنا دلوقتي لو أفتح ماكدونالدز أنا في مصر، لا أنا أوريدي أنا ضامن، الناس عندها باك جراوند عن ماكدونالدز وهي ضامن إن هو كده كده هيبيع. تمام.
شكرا جدا لحضرتك. شكرا لله. مين تاني؟ نقفل اليوم. او انا ممكن اسال اخر سؤال بس وتقفل. انت ايه؟ اسال عادي يا معاذ، مالك اسال. اول مره بقى، فاهم؟ طب مش هو الماركتنج الكليه اللي المفروض يخشوها كانت كليه ايه مثلا؟ بص هقول لك على حاجه، في جامعات خاصه تمام بتاخد فيها اداره اعمال ومنها بتتخصص ماركتنج، دي حاجه. حاجه تانيه، انت ممكن تشتغل تاخد كليات اداره اعمال عادي وتخلصها وتعمل دبلومه في الماركتنج منفصله، على حسب انت هتمشي اني طريق بالظبط، تمام. بس عايز اقول لك اللي بيتدرس في الجامعات حماده، واللي في السوق حماده تاني خالص من الاخر يعني، تمام. انا مش بحبطك ولا بقول لك، بس انت على الاقل هيكون معاك الفكره، معاك البيز، فانت لو دخلت حاجه ده ممكن ودي حاجه كويسه لو انت ناوي تكمل في المجال يعني. ايوه. طب انا لو ناوي مثلا كليات خاصه يعني ولا ايه يعني؟ يعني لو كليه تجاره مثلا، في اقسام مثلا ولا كليه كده؟ لا يعني مثلا تجارة اللي انا على اي ثينك يعني اللي انا فاكره ايام انا، لا كان فيها قسم ادارة اعمال بس ما فيهاش قسم تسويق، انت فاهم؟ ادارة اعمال بقى بتاخد فيها جزء تسويق، ولما بتخلص بقى خالص بتاخد انت دبلوم ماركتنج في اي حتة وبتكمل على ده، فاهم معايا؟ الو، تمام، شكرا. طب سنة كام يا انت؟ 15 سنة صح؟ 15. انت في سنة كام؟ تالتة ثانوي؟ تالتة اعدادي. تالتة اعدادي، ما شاء الله عليك حبيبي. ماشي. بص هقول لك على حاجة، انت بس هقول لك على حاجة بجد والله، يعني انت ما شاء الله عليك، انت فرصة لنفسك لو انت كملت من تالتة اعدادي بس لحد تالتة ثانوي في المجال متابعة بس، ولو كل يوم ساعة انا اضمن لك انت بعد تالتة ثانوي ممكن ما تحتاجش معلومات من الكلية اصلا. ما ان شاء الله يعني، انا حاطط مجال ده في يعني، حاطط املي في المجال ده. طيب تمام، كمل، ولو احتجت اي حاجة في اي وقت كلمني، حاضر، وابعت لك رقم. تمام، شكرا ماشي يا معلم حبيبي. ماشي هشام، انا اللي بعت كمان لحضرتك على الماسنجر وكده. ايوه انا فاكر افتكرت. ايوه، فلو ماشي هتبعته ابعته هناك لو سمحت. ماشي حاضر حبيبي. ماشي. في هشام، في مثلا تجارة قسم تسويق واعلام في علاقات عامة واعلام، ماشي زي ما هشام بيقول لك كده، في تجارة قسم تسويق واعلام وفي علاقات عامة واعلام، تمام. شكرا يا هشام. في ايه تاني؟ تمام يا جماعة، هو كده ده تقريبا السيشن النهاردة كده، او الكومنت النهاردة خلصت. جد شكرا ليكو جدا 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 جدا. حد عنده اي سؤال قبل ما وكل يوم جمعة صح؟ بص احنا بنتقابل كل يوم جمعة الساعة 9، بينزل الروم، بتنزل على زي ما حصل النهارده كده. الجروب ما لقيت نفسك الدنيا بالنسبه لك ضايعه، 9 الا 5 ابعت لي على الماسنجر. تمام، تمام، شكرا شكرا لله. تمام، حد يا جماعه عنده اي سؤال في اي حاجه تانية؟ تمام، اشوفكم على خير الجمعه الجايه، وان شاء الله ناخد حاجه تانية، واحاول اسجل الشيخ عندي، او احاول اعمل اكسترنال للتسجيل النهارده ان شاء الله يعني. تصبحوا على خير.